بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهيوات نامي تقدم لكم المسمن التركي أو البوريك. المسمن لذيذ جدا وبسيط في التحضير بحيث لا يتطلب عجين، نكتفي فقط بورق الفيلو. بالنسبة للشكل أنا هنا عملته على شكل حلزوني، وبالنسبة للحشو أنا اخترت البطاطس والتونة، ويمكن لكم أنتم تختاروا أي نوع ديال الحشو متاح لكم ومفضل عندكم. تبعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تعجبكم الوصفة وتطبقوها. بسم الله وابدأ على بركة الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبة لهاد المسمنات هادو او البورك التركي فغادي نحتاجو ليه مقادير هي كالتالي. اول حاجة المكون الاساسي هو هاد ورق الفيلو، هذا اللي كيغنينا على العجينة. هانتوما هذا انا كنستعمل هذا طبيعة الحال صنع مغربي، واحسن ما زعما ماشي كندير الدعاية ولكن احسن ما كاين. عندنا غادي نحتاجو يعني كميه حسب الحاجه، حسب شحال غادي ديرو. عندنا بالنسبه لخلطه اللي غادي نبقاو نورقو بها او نغطيو بها كل دوك المسمنات ديالنا، فغادي نحتاجو الياغورت او الزبادي طبيعه الحال طبيعي بدون نكهه بدون سكر. غادي نحتاجو البيض، وغادي نحتاجو زيت المائده. هذا بالنسبه للطرق. بالنسبه للحشو فغادي نحتاجو هنايا عندنا زوج بصلات متوسطين، قطعتهم شلطتهم يعني صغار بحال هذا الشكل هذا، ودرتهم شحرتهم في مع واحد 5 المعالق ديال الزيت حتى دبالوا، وضفت لهم الملح الفلفل الاحمر الحلو والفلفل الاسود او الابزار، وواحد شويه ديال بودره الثوم، واللي كيفضل يزيد حتى الحار يعني الهريسه اضافه. انا غادي نضيف واحد شويه. عندنا هنايا علبتين صغار ديال التونه ما يعادل 170 غرام، غادي نصفيوهم. عندنا هنايا بطاطس مسلوقه حسب الحاجه، انا عندي هنايا تقريبا واحد 600 غرام حتى 700. سلقتها وفتتها يعني ماشي معستها حتى رديتها عجينه، وانما غير مفتته لازم تبقى شويه باينه. عندي هنايا واحد المقدار من جبن الموزاريلا، يمكن لكم تستغناو عليه ولكن الا كان عندكم جبن الفيتا غيكون افضل من هذا. انا ما بقاش عندي جبن الفيتا فاستعملت الموزاريلا. الا ما عندكمش لا موزاريلا لا فيتا وبغيتوا تستعملوا الجبن فاعملوا غير المثلثات او المربعات العادي. غتعملوا واحد بالنسبه لهاد المقادير غادي تعملوا واحد 8 ديال 8 حتى 6 ديال الفرماجات. عندي هنايا واحد تقريبا 5 ديال المعالق كبار ديال الكزبره، وكميه كبيره من البقدونس مقابل واحد شويه ديال الكزبره مفرومه بشكل خشين بحال هكدا. دابا غادي نضيف هذا الشيء كامل، غادي نخلطه هنايا على هاد البصيله هذه اللي شحرنا. غادي نضيف هاد البطاطا هذه. كما كنقول لكم الحشو حسب شحال غادي تستعملوا ديال ورق الفيلو. غادي نجيب واحد شويه ديال الهريسه هنايا، ها هي الهريسه. غادي نضيف واحد شويه كما قلت لكم كتبقى حسب الذوق، انا كنفضل هذا الشيء يكون شويه حار. وهنايا صفيت ديك التونه وفتتها واحد شويه، غادي نضيفها حتى هي على هاد العناصر هذه، وغادي نخلط هاد الحشو. بالنسبه للجبن الا كان عندكم الفيتا او لا استعملتوا المثلثات او المربعات فغادي تخلطوه في هذه المرحله هذه، لكن بالنسبه للمزاريلا غادي نبقى نحك شويه بشويه منين وانا كنعمر. الحشوه ديالنا ها هي موجوده كما كتلاحظوا، خلطنا كلشي مزيان، وتذوقوا الملح ولا البزار ولا اي حاجه الا خاصكم ضيفوها. دابا غادي نحطوها على جنب على ما نوجد هذيك الخلطه باش غادي نبداو نورقوا. هنايا كما قلت لكم الخلطه ديال التوراق القاعده الاساسيه فيها هي زوج بيضات، زوج بيضات مقابل واحد ثلاثة، يعني واحد ثلاثة المعالق عامرين مزيان ديال الياغورت او الزبادي مع الزيت. الزيت تقريبا واحد 80 مليلتر، يعني غادي انا نعير دابا غير بعينيا. ست ملاعق كبيرة مملوءة جيدا بالزيت.
هذه هي الخلطه اللي غادي نبقاو نورقوا بها. وكل ما سالات لينا الا لاحظتوا انا ما حطيتش يعني غير زوج بيضات وهذا، حطيت البيض بزايد، كلشي الياغورت بزايد، باش نبقاو في مخصاتنا هي اللي غادي نبقاو نضيفوا. غادي نخفقوا هذا الشيء مزيان، والا بغيتوا واحد رشيشه د الملح ها هي نضيفوها لهنا، واحد رشيشه باش نحيدوا منها البسوليه. غادي نخفق هذا الشيء مزيان وغادي نحطو حتى هو على جنب، هو باش غادي نبقاو نخدمو. احسن نخفقوها بهذا المضرب السلك باش تخلط لينا مزيان، وكل ما خصاتنا كما اشرت غادي نبقاو نضيفوها. يعني دائما غتبقاو تمشيو بهذا المبدا ديال زوج بيضات، ثلاثه د المعالق عامرين مزيان ديال الياغورت او الزبادي، مع تقريبا سته، انا غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت، يعني غادي نعتبروا ان عندنا سبعه معالق كبار ديال الزيت. خليط ما خصوش يجي خاطر، ها هو شويه خفيف. هانتوما شوفوا القوام نتاعو. هانتوما اخواتي انا حليت الورقه ديالي. اشاره مهمه باش تعرفوا تعاملوا مع هاد لاباط فيلو، طلعوها قبل بوقت باش تاخذ درجه حراره هذا المطبخ، يعني الجو فاش كتخدموا ما تطلعوهاش من الثلاجه مباشره وتجيو تبغيو تحلوها غتقطع لكم كامله، طلعوها قبل حتى كتاخذ حراره الجو عاد باش نخدموا بها. انا طلقتها كلها في مره هنايا، هانتوما وغادي تاخذوا بالزويجات. هانتوما هنايا ها هما عندي زوج ورقات، هانتوما شوفوا غادي نجي هنا انا كنطوعهم من الجنب باش يبان ليا. اول حاجه غادي نعملوها هي هذا الخليط، هذا اللي قلت لكم ديال التوراق، غادي نفرغ هكذا تقريبا واحد اربعه المعالق كبار، غادي نطلقهم بهذا الشكل هذا. نحط هنايا الحشو تاعي، غادي ناخذ هاد الموزاريلا هادي باش افضل لو عندكم الفيطه تعملوها من الاول احسن، غير واحد شويه الفيطه كتجي ممتازه في هاد البوراك هذا. غادي نبدا نلف دابا، غادي نحطها غنكون محضره واحد الصينيه مغلفه هانتوما، وغادي نحطهم فيها. غادي نكمل العمل بنفس الطريقه، وكما اشرت كل ما سال لكم هذا الخليط هذا غتحضروه بنفس الشكل اللي شرحت لكم. اخواتي واحد الملحوظه، هنا صوبت الخليط للمره الثانيه، ها هو صوبته دابا، والخليط الاول خدم ليا باكيه وحده. بالعاده كتكون اما 13 او 12 ورقه ديال الفيلو في الباكيه، يعني حسب كل مره شحال كيكون. انا هذه لقيت فيها دابا 12، ها هي خدمات ليا هادو، ها هما دابا انا بديت في الباكيه الثانيه وصوبت الخليط للمره الثانيه بالطريقه اللي كنشرح لكم. اخواتي كما كتلاحظوا انا كملت تشكيل هذا البوراك هذا، هانتوما عمل لي هذه الصينيه هذه فيها 8 وهذه فيها 7 والثامنه جات الوسط، ولكن بقات لي هذه دورتها عليها. الخليط عملته حضرته داك اللي حضرت في الاول قدامكم، والثاني وهذا الثالث، يعني عملت 6 البيضات لحد الساعه. غادي على ود الوجه غادي نضيف ثاني واحد البيضه، ها هي غادي نضيفها هنا، وغادي نضيف واحد المعلقه
كبيره ديال الياغورت، وغادي نضيف شويه ديال الزيت. هادشي الوجه، واحد زوج معالق كبار. غادي نخلط هادشي مزيان وغادي نمسح به وجه هاد البوريك او البوراك. هنا كما كتلاحظوا انا كملت مسحهم كاملين بداك الخليط اللي درنا. دابا غادي نبدا نرش بالحبه السوداء. ها هي شي وحدين نرشهم بالحبه السوداء ووحدين نرشهم بالسمسم او زنجلان، او اللي يمكن لكم تخلطوهم بجوج بهم. الفرن حنا عاملينو كيسخن على حراره عاليه. بمجرد ما ندخلو هاد البوراك هذا غادي ننزلو الحراره ل 180 درجه. غادي نخليوه يطيب حتى يبان لينا تحمر. الفطائر هنايا ها هما طابو، خداو لي في الفرن تقريبا 40 دقيقة والفرن مفتوح من أسفل، وفتحت عليهم الشواية من فوق 5 دقائق، بشرط أنكم تخليوهم بعاد، يعني يكونوا في الرف الأسفل بعاد باش يتحمروا بشكل متناسق وما يتحرقوش.